داخل على مطحنة كروية بتتكلم عن كأس العالم للأندية، بتتكلم عن بطولة كأس الانتر كونتيننتال، البطولة الجديدة المستحدثة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم شبيهة لكأس العالم للأندية بالنظام القديم، داخل على دوري أبطال إفريقيا، داخل على السوبر الإفريقي والسوبر المصري والدوري المصري، داخل على بطولات كتيرة جدا. النادي الأهلي بيسعى لتدعيم صفوفه وبقوة، لأن زي ما أنتوا عارفين إن الأمور ما عادتش مستحملة أي صفقات ومجرد أسماء داخل فريق النادي الأهلي، ولكن كولر بيحاول يجيب اللاعب المهم للنادي الأهلي، ومش أي لاعب هيرتدي تيشيرت النادي الأهلي. حلقة طويلة جدا، وهنتكلم فيها عن يحيى عطية الله، وهنتكلم فيها عن تعاقد النادي الأهلي أو اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة محمد علي بن رمضان. لكن في البداية صديقي ما تنساش، هنتكلم ونقول ولكن بعد الصلاة على الحبيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كرة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. طيب، احنا كنا دايما نسمع على حاجة اسمها القضية ممكن، اللي هي قضية قفشة في الزمالك وقضية قفشة في بيراميدز وقضية قفشة في المباراة الأخيرة، ولكن مش ممكن نقول التالتة ممكن أو تبقى الرابعة ممكن. بعد التعاقد مع يحيى عطية الله طبعا انتشر كلام كبير جدا إن النادي الأهلي بيخلص في صفقة التونسي محمد علي رمضان، وبعد طول انتظار قد حان وقت الحديث عن الرسام التونسي. مشروبك الجميل، ويلا بينا نبدأ أرقام وإحصائيات محمد علي بن رمضان قبل تعاقد النادي الأهلي معاه. أول حاجة، الاسم محمد علي بن رمضان، عنده 24 سنة، بيلعب في مركز وسط المدافع والمهاجم، النادي الحالي فرينكافروس المجري، القيمة الحالية 2.5 مليون يورو. أرقام اللاعب خلال مسيرته مع الأندية: لعب مع الترجي التونسي، شارك في 143 مباراة، ساهم خلالهم في 40 هدف، سجل 34 هدف، صنع 6 أهداف. أما عن أرقامه مع فريقه المجري: شارك في 40 مباراة، ساهم خلالها في 10 أهداف، سجل هدفين فقط، صنع 8 أهداف. بعد ما تكلمنا عن أرقام محمد علي بن رمضان مع الأندية، تعال معايا علشان نتكلم فنيا. أولا هنتكلم عن اللاعب دفاعيا. بن رمضان لاعب قوي جدا ومميز بدنيا، ممكن ياخد الكرة من 3 لعيب عادي ويعمل هجمة مرتدة أو هجمة جديدة، زائد إنه لاعب مميز جدا في الالتحامات، سواء الالتحامات الهوائية أو الالتحامات الأرضية، بيقدر يتعامل كويس جدا مع جميع المواقف، ودايما هتلاقيه موجود في كل مكان في الملعب، بيغطي كل الفراغات ورا زمايله بكل جدية. ثانيا هنتكلم عن اللاعب هجوميا. مبدئيا كده بن رمضان لاعب رايق في الحتة الهجومية، بيعرف يطلع بالكرة كده بشكل كويس، بيفكرك بإمام عاشور، عنده كنترول على الكرة عالي جدا، عنده بصيص مبهر جدا بشكل مش طبيعي، قريب جدا من إمام عاشور زي ما قلت لكم، وعمرو السولية في الباصات الطويلة، وعنده لمسة جمالية أحسن من السولية. لاعب عالي جدا على مستوى المراوغات، فإن بن رمضان يتصنف في القارة الإفريقية من أحسن اللاعبين في القارة في المراوغات، لاعب حريف قوي ويمتعك كورة طول ما أنت بتتفرج عليه، مش هتزهق، هتحب الكرة تبقى معاه طول المباراة. بن رمضان في وسط الملعب بيفكرني بأسطورتنا علي معلول في الباك الشمال، صحيح معلول باك شمال لكن تأثيره الهجومي مرعب حرفيا، سواء تسجيل أو صناعة الأهداف، بن رمضان بقى نسخة تانية شبيهة بعلي معلول في الوسط،
بيقدر يسجل أهداف كتير وبيساهم هجوميا دايما، وده طبيعي جاي لأنه كان صانع ألعاب أب مع معين الشعباني، كان بيوظفه مركز 10 مع الترجي التونسي. مميزات محمد علي بن رمضان، وركز معايا، أول حاجة طبعا التسديد من خارج الـ18، بيطلع بيساهم أو بيطلع أسهم من رجليه حرفيا، مش بيشوط الكرة، لا هو بيرسم الكرة بمعلمة. ثانيا مميزات أو ميزة هي إنه لاعب متحرك موجود في كل أركان الملعب حرفيا حرفيا، ودايما هتلاقيه واخد طرف من الأطراف وبيقدر يخترق أي دفاع. لاعب ذكي جدا وعنده رؤية ممتازة للملعب، وبيقدر يتواجد دايما في أماكن يسجل منها أهداف أو يساهم بأهداف عن طريق السيست أو الباص أو أي حاجة. أهم ميزة عند محمد علي بن رمضان بالنسبة لي أنا هي أنه كان قائد الترجي التونسي، وكان شايل الفريق شيل على كتفه في فترة ما كنتش أفضل حاجة بالنسبة للترجي التونسي، ودي حاجة بتأكد أن محمد علي بن رمضان لاعب عنده شخصية قوية جدا، وهيكون إضافة قوية جدا للنادي الأهلي، وقادر أنه يتحمل الضغوطات الجماهيرية مع الأهلي، ودي حاجة مش هتفرق معاه جدا، ولكن هتفرق معنا إحنا جدا، وهتكون من أسباب نجاحه في حال إنهاء العقد والانضمام للنادي الأهلي. نيجي بقى لآخر حاجة وهي عيوب اللاعب. مفيش عيوب كتير عند من رمضان، ولا في عنده حاجة تخوفك إنك تتعاقد معاه مثلا، لكن عنده عيب واضح قوي، وهو إنه لاعب أناني دايما، بيحب يسدد هو ويسجل هو الأهداف، وأوقات بتتحول هجمات على فريقه غير كده، مش شايف له عيوب بصراحة. لو هنتكلم عن الأنانية، دي حاجة طبيعية في أي لاعب في كرة القدم، أي لاعب عايز يبقى هو الفت في الفريق. عندنا مثلا حسين الشحات، ممكن حسين الشحات يبقى فيه هجمة للنادي الأهلي، وفي ان هو يمرر افضل من ان هو يشوط او يرقص، تلاقي حسين الشحات ابهرنا كلنا ويرقص وعايز يشوط ويضيع الهجمة على النادي الاهلي. تخيل كده معايا صديقي، يبقى عندك كواليتي في وسط الملعب، يبقى عندك امام عاشور، محمد علي بن رمضان، عمرو السولية، اكرم توفيق، مروان عطية. تخيل هتلعب بالتلاتة مين، وقول لنا من وجهة نظرك ايه هي افضل توليفة لوسط ملعب النادي الاهلي في وجود محمد علي بن رمضان. هل تلعب باكرم ومروان وامام، ولا تلعب بامام ومروان وبن رمضان، ولا تلعب باكرم والسلية وبن رمضان؟ هيبقى فيه يعني مشكلة كبيرة للمدير الفني، لان محمد علي بن رمضان اسلوبه يشابه اسلوب امام عاشور. هل الاثنين هيبقى الدفع بيهم في مباراة واحدة، ولا هيبقى واحد بديل واحد؟ بس انا اعتقد ومن وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الاطلاق، ان محمد علي بن رمضان لاعب كبير جدا، ولاعب عنده شخصية قوية جدا، وقادر انه يتحمل الضغوطات مع الاهلي، خصوصا ان نادي الترجي نادي جماهيري جدا، نادي الترجي نادي جماهيري جدا، وبن رمضان لعب تحت ضغوطات. فهل بن رمضان هيبقى صفقة مفيدة للنادي الأهلي؟ قولا واحدا، هتبقى صفقة مرعبة للنادي الأهلي. بن رمضان من أفضل اللعيبة اللي موجودة حاليا. بشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الحلقة للنهاية، قلنا من وجهة نظرك مين هي الصفقات اللي تتمنى انها تنضم للنادي الاهلي بعد محمد علي بن رمضان ويحيى عطية الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.